السلام عليكم ورحمة الله، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم مزيانين. في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا المفرش، هذا متعدد الاستعمالات. تقدروا ديروا مفرش ديال الكأس او مفرش البراد، يعني متعدد الاستعمال، والطريقة ديالو سهلة وما كياخدش لينا بزاف ديال الوقت. انتوما بالنسبة للخيط غادي نحتاجو هذا اللون، انتوما بطبيعة الحال اللون كيبقى على حسب الاختيار. وغادي نحتاجو لهاد السقلي، انا غادي ناخد هاد اللون هذا، وانتم بغيتو تاخدو هاد اللون هذا خدوه، بغيتو تاخدو لون اخر خدوه، ما كاينش المشكل. وغادي نحتاج للكروشي، انتم النمره رقم 1.3 سنتيم، وغادي نحتاج الكروشي النمره رقم 12 باش غنخدم بها هاد السقلي هذا. نخدمو هنا في هاد البلاصه هنايا، خليكم مع الطريقه. اول حاجه غادي ندير الدائره السحريه فحال هكا، وغنجيب الكروشيه غادي ندخله هنا في الخيط، وغادي نخرجه من هنا كيف ما كتشوفوا، وغادي نديرو 3 ديال السلاسل، 1 2 3، وهنا غادي ندير 20 عمود. العمود الاول تاني، وهاد 3 تسلسلات اللي طلعت بيهم كيعوضوا لي الدور ديال العمود. عندي 3 الأعمدة، الرابع، الخامس، نكمل 20 عمود ونرجع معاكم. من بعد ما خدمت 20 عمود، هانتوما خدمت 20 عمود، غادي ناخد هاد الخيط الصغير، غادي نحاول نجرو غير بشوية، هانتوما غير بشوية باش ما يتقطعش، نجرو غير بشوية فحال هكا، ومن بعد نكمل الخدمة ديالي. هانتوما غنجي لهاد السنيسلة الأولى، هادي السنيسلة الأولى، غناخد هاد الخيط الصغير غنطلعوه هنايا الفوق فحال هكا، وهاد الخيط اللي كنخدم بيه غادي نخرجو من هنا، وغادي ندير غرزة منزلقة أو حشو فحال هكا، ونطلع 3 تسنيسلات، 1 2 3، وهاد الخيط الصغير اللي عندي غادي نخدم عليه. غنجي لهاد السنيسلة الأولى غندير فيها عمود، وفي نفس الوقت غادي نخدم على الخيط اللي عندي. هاد السنيسله الاولى اللي عندي خدمت فيها عمود، وهاد 3 تسنيسلات اللي خدمت كيعوضوا لي الدور ديال العمود، يعني هنا عندي 2 ديال الأعمدة في سلسله واحده. كذلك هاد السنيسله اللي حداها غادي نخدم فيها 2 ديال الأعمدة، عمود الاول وفي نفس البلاصه عمود ثاني. غنجي لهاد السنيسله اللي هنا نفس الخدمه غنعاودها، كذلك هذه اللي حداها العمود الاول العمود الثاني كيف ما كتشوفوا. عندي 2 ديال الأعمدة في سلسله، 2 الأعمدة في سلسله، غنكمل هاد الدور ديالي بنفس الخدمة ونرجع معكم. من بعد ما كملت هانتوما، يعني كل سلسلة خدمت فيها 2 ديال الأعمدة، دابا غادي نسد الخدمة، نجي لهاد السنيسلة الأولى وندير منزلقة، ونطلع 3 سنيسلات، 1 2 3. هاد السنيسله الاولى غندير فيها عمود كيف ما كتشوفوا، وهاد 3 سنيسلات كيعوضوا لي الدور ديال العمود، يعني هنا عندنا 2 ديال الأعمدة في سلسله واحده، وهنا غندير في هاد السلسله غندير غير عمود واحد، والسلسله اللي حداها غندير عمودين، 1 2. السلسله اللي حداها غندير غير عمود واحد، السلسلة هذه اللي حداها غندير عمودين،
واحد، جوج. والسلسلة اللي حداها عمود، وهاد السلسلة اللي حداها غندير عمودين، واحد جوج. كيف ما عندي هنا في الخدمة، هانتوما في الدور الأول عندي مجموعة ديال الأعمدة، وهنا عندي عمودين سلسلة في هذا الدور هذا، وفي هذا الدور الثالث هانتوما عندي عمودين في سلسلة، وعندي عمود كذلك عمودين، هنا عمود. في الدور اللي في الدور الرابع عندي عمودين في سلسلة واحدة، وعندي عمود عمود، وهنا عندي عمودين في سلسلة، وهنا عمود عمود، وهنا كذلك في الدور الخامس هانتوما عندي عمودين، ثلاث أعمدة كل عمود في سلسلة هانتوما. أنا عندي جوج ديال الأعمدة، عمود عمود عمود، هنا عندي 4 ديال الأعمدة وجوج السلاسل، عفوا جوج الأعمدة في سلسلة واحدة. والدور الآخر كذلك عندي جوج ديال الأعمدة، عمود واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. المهم أنا غادي نكمل ونرجع معكم، نكمل هاد الدور ديالي. هانتوما عمود جوج ديال الأعمدة في سلسلة، وهنا غندير عمود، وهنا كذلك جوج ديال الأعمدة. المهم أنا نكمل ونرجع معكم. من بعد ما كملت هاد الدور ديالي هانتوما وصلت هنايا، هاد البلاصة هنا ما غاديش نخدمها، وغنجي لهنا وغادي ندير غرزة حشو أو غرزة منزلقة. طلع بثلاثة سنيسلات، واحد جوج ثلاثة، غنجي لهنا غندير عمود، هاد السنيسلة غندير عمود. كيف ما قلت لكم ثلاثة سنيسلات كيعوضوا لي الدور ديال العمود، غنجي لهنا غندير عمود أول، هنا عمود ثاني، وهنا غندير عمودين في سلسلة واحدة، كذلك هنا عمود، السلسلة اللي حداها عمود، والسلسلة اللي حداها عمودين، واحد جوج. نبقى غادي بنفس الخدمة، يعني جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة هانتوما، من بعد غنخدم عمود في سلسلة، وعمود في سلسلة، وعمودين في سلسلة واحدة. كيف ما كتشوفوا كمل رجع معكم. من بعد ما كملت هذا الدور الرابع هانتوما، الدور الاول الثاني الثالث الرابع، هذا الدور الرابع غنجي هنا في الاخير وغندير غرزة حشو او منزلق. طلع بثلاثة سنيسلات، واحد جوج ثلاثة، ونجي لهاد السنيسلة ندير عمود، كذلك هنا غندير عمود اول في هاد السنيسلة، هنا العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، وهاد السنيسلة هنايا غندير عمودين سلسلة واحدة هانتوما بحال هكا. نكمل الخدمة ديالي، هاد السنيسلة ندير فيها عمود أول، السنيسلة اللي حداها العمود الثاني، السنيسلة اللي حداها العمود رقم ثلاثة، السنيسلة اللي حداها العمود رقم أربعة، وهاد السنيسلة اللي هنا غندير فيها
عمودين، واحد جوج، يعني هنا غنخدم عمودين في سلسلة واحدة ونخدم 4 ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة، ندير التزايد. كذلك نخدم العمود الأول الثاني الثالث الرابع، وفي العمود رقم خمسة في سلسلة رقم خمسة ندير تزايد. من بعد ما وصلت هنا في الآخر وكملت هاد الدور ديالي، غنسد بمنزلقة هانتوما وغنطلع ثلاثة السلاسل، واحد جوج ثلاثة. هاد السلسلة الأولى غنخدم فيها عمود، وغنجي لهنا غادي نخدم 8 ديال الأعمدة، كل سلسلة فيها عمود، العمود الأول، العمود الثاني، الثالث، العمود الرابع، خامس، ستة، العمود ستة، سبعة، والعمود رقم 8. خدمت هنايا 8 ديال الأعمدة، غنجي لهنا في هاد السلسلة غادي نخدم عمودين، العمود الأول، العمود الثاني، وغادي نعاود نخدم 8 ديال الأعمدة، هانتوما العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، الرابع، عمود رقم خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وندير هنايا في هاد السلسلة غندير عمودين، واحد جوج، هانتوما هنايا عندي جوج ديال جوج ديال الأعمدة في هاد السلسلة، وخدمت 8 ديال الأعمدة. ملي كنخدم 8 ديال الأعمدة في العمود في السلسلة رقم 9، غادي نخدم عمودين في سلسلة كذلك 8 ديال الأعمدة، جوج ديال الأعمدة. المهم أنا غادي نكمل ونرجع معاكم. من بعد ما كملت هانتوما كملت هاد الدور ديالي، دابا هنايا بقى لي هاد الدور الأخير، هنا ما يكون عندي لا زيادة لا والو. المهم غادي نسد الخدمة ديالي وغنطلع بثلاثة السلاسل، واحد جوج ثلاثة، وهنا كل سلسلة غنخدم فيها عمود، ما غندير لا زيادات لا حتى شي حاجة، كل عمود غادي نخدمه في سلسلة في هاد الدور ديالي كامل، كل سلسلة فيها عمود كيف ما كتشوفوا، كل عمود نخدم فيه كل سلسلة نخدم فيها عمود في هاد الدور ديالي كامل. من بعد ما كملت هاد المفرش ديالي هانتوما كيجي بهاد الطريقة هادي، دابا غادي نخدم معاكم هاد الحواشي هادو كيف ما كتشوفوا. غادي نسد هنا منزلقة، غنطلع بثلاثة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة، غنجي لهاد السنيسلة الأولى، المهم هاد اللي عندي هنا، لا هاد اللي حداها، غندير فيها عمود هانتوما. كذلك هنا غنلوي الخيط جوج الخطرات، واحد جوج، يعني هادي كتسمى عمود بلفة واحدة في نفس البلاصة هانتوما، غنخرج الخيط بحال هكا، غنخرجو من هاد جوج عوينات اللي عندي الاولين هكا، ونعاود نخرجو من هنا، غيبقاو لي جوج سنيسلات نعاود نخرج منهم الخيط. كذلك نفس الخدمة، واحد جوج في نفس البلاصة، ونعاود نفس الخدمة بهذه الطريقة هذه، واحد جوج. هانتوما عندي
هاد العمود الأول، تاني، التالت، الرابع، كذلك نفس الخدمة غنعاودها، واحد، جوج، ثلاثة، وفي الأخير غادي نخدم غير عمود بلفة واحدة. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتكون عندي هاد الغرزة هادي. غنجي لهنا غنقز هاد السنيسلة، هاد العوينة الأولى سنيسلة، وغنجي للسنيسلة اللي حداها وغادي ندير منزلقة ونطلع بثلاثة سنيسلات، واحد، جوج، ثلاثة، كيف ما كتشوفوا. ونجي لهاد السنيسلة اللي حداها ونعاود نفس الخدمة. هنا غندير عمود، وهنا غندير عمود بلفتين، واحد، جوج، في نفس البلاصة نعاود نفس الخدمة بحال هكا. كذلك نفس العمود غنعاودو، هنا عندي العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، العمود رقم خمسة في نفس البلاصة، وهنا غندير عمود بلفة واحدة في نفس البلاصة بحال هكا، ونقز هاد السنيسلة الأولى كيف ما كتشوفوا. نقز هاد السنيسلة الأولى ونجي اللي حداها وندير منزلقة أو غرزة حشو. المهم غادي نكمل هالطور ديالي كامل بنفس الخدمة، ونرجع معاكم ونوريكم كيفاش غندير هاد السقلي هذا في هاد الجناب هنايا. من بعد ما كملت الخدمة ديالي هانتوما كتجيني بهاد الشكل هذا. دابا غندير معاكم تتيمة. غنجيب السقلي ديالي هذا كيف ما كتشوفوا، في هاد اللون ورا فيه الالوان بزاف، والكروشي النمرة رقم 12، كروشي النمرة رقم 12 هانتوما. وغنجي لهنا اي بلاصة هنا في الوسط كيف ما كتشوفوا، وغندير واحد سلسلة صغيرة بحال هكا، وغندير غرزة حشو كتكون عندي هاد السنيسلة هادي. كيف ما شفتو تكونت عندي هنا واحد سنيسلة. ودابا هنا غندير خمسة ديال السنيسلات او ستة، واحد، جوج، ثلاثة، اربعة، خمسة، هاي تكونت عندي هنا خمسة ديال السنيسلات. وغنجي لهاد البلاصة هنا هاد السنيسلة الوسط، وغادي ندير غرزة حشو او منزلقة، كذلك نعاود ستة ديال السنيسلات، واحد، جوج، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، وغنجي عاوتاني هنا الوسط وغندير غرزة حشو او منزلقة بحال هانتوما كتكون عندي هاد بحال هكا. وندير عاوتاني ستة ديال السلاسل، جوج، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، ونجي هنايا الوسط فات سلسلة الوسط، وندير غرزة حشو او منزلقة، وندير ستة سنيسلات يعني على حسب المسافة، جوج، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، ونجي عاوتاني هنايا الوسط وندير غرزة حشو او منزلقة بحال. المهم انا غادي نكمل هادي بنفس الطريقة، نكملها كاملة ونوريكم الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت هذا هو الشكل النهائي ديال هذا المفرش. صراحة كيجي زوين يعني متعدد الاستعمال، كيف ما قلت لكم كتقدروا تحطوا عليه اي حاجة، كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم. هانتوما هذا مفرش، وهذا مفرش، هذا في لون اخر، وهذا في لون اخر. الطريقه ديال الخدمه ديالو سهله، كنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. بسلام عليكم وفي فيديو جديد ان شاء الله.